بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة رفع ملف على جوجل درايف. فما هو جوجل درايف؟ جوجل درايف هو عبارة عن مساحة تخزينية مجانية تقدر ب15 جيجا بايت يمنحها لك جوجل. فعند الدخول إلى جوجل درايف ومن ثم رفع ملف عليه، فبإمكان الآخرين تنزيل هذا الملف عند إعطائهم لرابط التحميل. فسوف نبدأ الشرح على بركة الله. أول شيء تقوم به هو الدخول إلى الإيميل ومن ثم تسجيل الدخول. طبعا عندما تقوم بالدخول إلى جوجل درايف دون تسجيل الإيميل، سيطالبك بتسجيل دخول عبر الإيميل. سوف نقوم بالضغط على الانتقال إلى درايف. على فكرة، للدخول إلى جوجل درايف تقوم بكتابة جوجل درايف في محرك البحث، ومن ثم تقوم بالدخول على الخيار الأول. نتجه إلى أعلى على اعتبار أننا سوف نقوم برفع ملفات على جوجل درايف. نقوم بالضغط على ملفاتي، وبعد ضغطنا على ملفاتي نتوجه إلى خيار تحميل ملفات. نقوم بالضغط على تحميل ملفات، وبعد ضغطنا لتحميل ملفات نتوجه إلى المكان حيث يوجد الملف المراد تحميله أو رفعه على جوجل درايف. نقوم باختيار الملف، وكما تشاهدون بدأ عملية التحميل. وكون أن الملف صغير الحجم فتم تحميله بسرعة. نقوم بالدخول مرة ثانية إلى جوجل درايف. هذا هو الملف الخاص بجوجل درايف. فلإعطاء الرابط للأشخاص الآخرين نقوم بالضغط بالزر الأيمن للفأرة على الملف، وبعد ضغطنا للملف نقوم بالضغط على مشاركة، وبعد ضغطنا لمشاركة نتوجه إلى الحصول على رابط المشاركة. نقوم بالضغط على الحصول على رابط المشاركة، ومن ثم نقوم بنسخ هذا الرابط. بعد نسخنا لهذا الرابط نقوم بإرساله إلى الأشخاص الذين يرغبون في تحميل هذا الملف. نتوجه إلى متصفح الإنترنت للتجربة، نقوم بلصق الرابط، وبعد الضغط على انتر، وكما تشاهدون تم الدخول الى جوجل درايف. لتحميل الملف كل ما عليك فعله هو التوجه لاعلى الشاشة من الجهة اليسرى حيث يوجد سهم متجه لاسفل، وبعد توجهنا الى هذا السهم نقوم بالضغط عليه، وبعد الضغط عليه سيتم تحميل الملف. الى هنا ينتهي الشرح. ارجو ان يستفيد كل من يشاهد هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.